أهلا وسهلا. لو ببساطة شديدة قلت لك حط لي عنوان للفترة القادمة فيما يخص الاكتشافات اللي احنا بنكتشفها يوم بعد آخر في البحر المتوسط. عودة مصر للبترول مرة أخرى بعد فترة ليست ببسيطة، فترة صعبة جدا مرت بقطاع البترول المصري وبالوطن عموما، لأنه احنا في الفترة ما بين 2009 لغايه 2012 2013 تقريبا ما حطيناش اكتشافات جديده كبيره على خريطه الانتاج، وده ادى الى انه احنا ابتدى يحصل دروبات شديده من 2012 في امدادات الطاقه في مصر، وديت عملت فجوه كبيره. الفجوه ديت ادت في بعض الاوقات الى ازمات كلنا شفناها، انا شخصيا حسيت بيها في 2013 و2014، ما حسيتش بيها من وجهة نظر المواطن، ولكن حسيت بيها من وجهة نظر المسؤول اللي إمكانياته مش قادرة تتيح أكتر مما هو موجود. بعد كده استمرت الأزمة شوية، يمكن 14 وشوية في 15 كمان، إلى أن بدأ الانفراجة. وهنا عايز أقول حاجة، فضل. إن قطاع الطاقة شهد نقول انخفاض تدريجي في معدلات الإنتاج من سنة 2008-2009، كنا بنتكلم في تقريبا حوالي 1.4 مليون طن برميل يوميا مقسومة نصين، 6.2 مليار قدم مكعب غاز، ودول تقريبا يكافئ حوالي 700,000 برميل يوميا، وكنا بننتج 720,000 إلى 730,000 برميل من البترول الخام يوميا. هذا الرقم كان بيعمل آخر السنة حوالي 80-81 مليون طن انتاج. اخذ هذا الرقم في النزول الى ان وصل في 15-16 حوالي 75 مليون طن.